بك عيني ما شافت. حتى كمال آغا قتلتيه لأنه ما عطاكي وشه علقتيه لعكاش، وبعد ما أملك قتلتيه. أنت شيطانة زليخة، موتك خير على كل الناس. أخي أنت عم تغلط يا مراد. لا ست حلاكولا، ست حلاكولا، إذا بدك تقتل حدا قتل أختك. لا تخاف رح سويها. مراد آخر رح وضح لك. واقف محلك آخا، وقف خلي محلك آخا. لا 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 سليم. ليش؟ ليش؟ انت مجنونة؟ ليش عملتي هيك؟ ردي علي لشوف شو كان في داعي؟ شو في داعي لحتى تقتليه؟ تركني، تركني وحل عني مراد. هاتي الرسالة. لا لا أبصان الله. قطعت ورقة فاضية؟ قطعت ورقة ما فيها شيء. الرسالة، وين الرسالة؟ وين الرسالة؟ شو عملت بالرسالة يا كلب يا واطي؟ الله يلعنك، ما في شيء، مو هون. اتركي بقى، خلصيني. لو معه الرسالة كان عطاك إياها. الرسالة مو هون. تركينا بقى من الرسالة. كم واحد لسه بده يموت ها؟ مشان الرسالة كم واحد لسه بدك تقتلي؟ كيف عملتيها؟ كيف قتلتيه؟ شو كان بدك من كمال ها؟ ولك انت شلون بتفكري ها؟ لا تعيط علي، لا تعيط علي. إذا حدا بيعرفني هالقصة لا بيبقى صلح ولا شيء. بتقوم لقيامي، الدم بيصير للركب. أول شيء بيقتلوكي أنت، أبي بإيده بيقتلك. ما فكرتي بهذا الشيء؟ أليف حتى هي بيقتلوها. طبعا فكرتي، وأنا عم أسألك مثل الغبي. لأنك فكرتي قتلتي كل هالناس. رامو معه حق، أنت سيئة كتير يا زليخة، كتير. هات المسدس لأقتل حالي وأخلص. رجعي لورا. أنا برتاح وأنتو كمان. خلصتي ولا لسه؟ خلصت، إيه خلصت، أخيراً خلصت. أمي انقلعي، طلعي لبرا. لوين؟ روحي زليخة، روحي على بيتك. انتي ما اجيتي لهون وما شفتي رمو وما بتعرفي شي منو، بفهمتي؟ وانت سدي حالك، انقلعي لبرا، لا تحكي ولا كلمة.
از نزانم دلی من پار پار غربتي